قلبت معايا التنميه البشريه كده ليه؟ انا كنت بتكلم على عنصريه ضد رياض محرز وضد سعيد بالرحمه، ومره واحده الاقيها فعلا حصلت بس ضد يوسف بلالي. ازاي طيب؟ يعني ايه اللي حصل يا جماعه؟ خير اللهم اجعله خير. يوسف بلالي اتعرض ضد العنصريه في مباراه ريميس من قبل جمهور الناس. ايه يا جماعه؟ عملوا ايه؟ خير يا جماعه؟ عملوا ايه؟ نيلوا ايه؟ قال لك لا كانوا بيهتفوا ضد هتافات عنصريه. 1 2 3 فيفا فرنسي. هي هتمشي فيفا ارجنتي؟ هي مش ماشيه فيفا فرنسي خالص. هي عافيه واذهب لبلدك. اذهب لبلد ليه؟ الراجل جاي عشان خاطر يكون نجم الفريق في بريست، عشان خاطر لا مؤاخذه يعني اللعيبه الفرنسيين كحيانين. اه والله اللعيبه الفرنسيين كحيانين. وعلى فكره بس يعني حاجه بس كده للذكرى بس، انتوا واخدين كاس العالم بالمجنتين اساسا. يعني كاس العالم لمنتخب فرنسا، منتخب فرنسا ما كانش فيه ولا لعيب فرنسي في الملعب الا يعني الحارس هوجو لوريس، وطلع عنده اصول برتغاليه. فنهدى شويه عشان موضوع العنصريه في فرنسا ما مبالغ فيه، ومع ذلك تدور على اللعيبه الفرنساويين تلاقي ان هم لعيبه كحيانين ومحتاجين تجنيس من اللعيبه الافارقه واللعيبه العرب علشان خاطر يعملوا تاريخ الكره الفرنسيه. يعني انت لو كان عامل لكم تاريخ قبل كاس العالم الاخير ده، زين الدين زيدان، زين الدين زيدان ده اساسا مجند جزائري. فقلنا ما تليفوناش بقى عشان انتوا اكتر جمهور في العالم كله عنده عنصريه، بتعامل بعنصريه ضد اللعيبه المغتربين العرب وضد اللعيبه المغتربين الافارقه، وبتعاملوا اساسا بعنصريه ضد المغتربين العرب وضد المغتربين الافارقه، سواء بيلعبوا كوره او ما بيلعبوش كوره. سبحان الله، شعب عنصري بطريقه غير طبيعيه. في الاخر عالم نفس الكلام اللي كنا بنتكلم فيه الصبح. فاعتقد يوسف بلالي وقابله اشرف حكيمي وقابلهم نيمار وقابلهم لعيبه افارقه كتيره جدا، بتبقى رايح فرنسا وعارف ان انت هيتم العنصر عليك، بس في رد في الملعب. يعني اعتقد بلالي لو كان سجل ضربه الجزاء كان هيروح يحط عليهم، بس مع الاسف ما حصلش. وبريس طلع قال لك هنعمل تحقيقات في الواقع. تحقيقات في الواقع ايه؟ طالما لعيب جزائري هتعدي، مش عايزين نصبوا وعرضوا نصبوا على الناس بتحقيقات والكلام ده. لا بريست ولا اداره بريست ولا اي حد في بريست يقدر يخلي يوسف بلالي لا يتعرض للعنصريه مره اخرى، لان طول ما بلالي موجود في فرنسا الثانيه هيفضل يتعرض للعنصريه لحد ما يرد في الملعب. طول ما هو بيرد في الملعب كل الجمهور يخاف يتكلم معاه، بس احنا قاعدين بقى يلا بلالي ما بيتكلمش بالعربي، تلاقي الصحافه ركزت معاه، ما بيتكلمش الفرنسي اسف، الصحافه ركزت معاه، طلعت مذاعه فرنسيه لتوم اختشوا، احنا اساسا ما بنتكلمش انجليزي وما بنتكلمش لغات تانية، فاحنا مهزأ للعالم كله وسخريه للعالم كله كفرنسيين. بس عادي، هم بسم الله ما شاء الله يعني مهزأ للعالم كلاعيبه كوره، ما عندهمش لاعيبه كوره كويسين. حتى انطوان جريزمان طلع عنده اصول برتغاليه برضه. بص ما تقعدش تركز مع فرنسا في لعيبه كوره، ما تقعدش مثلا تركز مع فرنسا في اي حاجه. هم بسم الله ما شاء الله قاعدين كدبه ولسه مصدقين لحد دلوقتي، بس هنعمل ايه بقى؟ الكوره بقت كده. يلا يا بلاي اللي انت اللي اجبرتنا نروح نتفرج على دوري الفلاحين ده، انت وليونيل ميسي. حتى ميسي راح هناك بقى شايف قدامه، هو كل دوري نقل بستين ليله. بس فعلا اللعيبه الجزائريين واللعيبه العرب واللعيبه الافارقه اللي رايحين الدوري ده عارفين ان هو كده هيتعنصر عليه. ليه؟ هو شعب عنصري وصحافه عنصريه، وكل حاجه في البلد دي بتقول ان الناس دي مش سواسيه وان الناس دي عندهم فشل في المغرب. ما بالك بقى الجزائر وتاريخ القديم ليهم مع الجزائر ومع المغرب؟ هيفضلوا كده طول عمرهم، مش هيتغيروا. ما صدقش اي حد يقول لك هيتغيروا، مش هيتغيروا. فالله في عون بلالي والله يكون في عون كل اللعيبه العرب الموجوده في الدوري الفرنسي. انا عجبك الفيديو معلش، ما عجبكش براحتك، رايك هو احترم ورايي برضه ويحترم وممكن ما تحترمش.